ما كنتش عاقل اشطرالية جيتي ليا بحال هكا بغيت نعيط على الوالدة بغيت تقول لي امي ما يمكنش انا فاش يلاه بغيت نهضر مع امي المشكل قالت لي علاش اسمع زيدي السطل بغيت نهز انا السطل من الكوزينة شق عليا قالت لي شوف السطل تهزيتي على الفوق بغيت تدعي معايا صغري ما تناكلش كسكسو ضاير تتقول لي امي عود كلو كلو انا علاش ما تلبسش الكلو حيت فاش تنجي من الجامع تات كور بسريع تخونا ديك بسريع من تخونا ما عنديش انا مرجع وكرا عافية وخي الزو تات الخاكي الزو مثلا بيه خبارك عليها مشكل ديال السميدة تنبرو ليا فخاص ديك حنا بغينا تاكل سكسو ما تاكل سكسو ما تاكل سكسو وما تاكل سكسو راه انا تنبغي الخبز نعاود ما نجيش معاهم داكشي عليا وانا تسخن ما كناكلهاش بيت تسخن